سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية تابعة لقيادة القوات البحرية في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازا الجزائرية، ما أدى إلى مقتل 3 ضباط. وقد أمر رئيس أركان الجيش الوطني بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث. ينضم إلينا من الجزائر مراسل العربية عبد القادر خربوش. عبد القادر، مرحبا بك معنا في هذه النشر في هذه النشرة. ما التفاصيل الموجودة لديك؟ المعلومات أيضا عن هذه الحادثة، عن سبب أيضا سقوط هذه المروحية في البحر. مساء الخير نايف. إذا آخر المعلومات، لا زلنا ننتظر انتهاء عملية البحث لانتشال العسكريين اللذين بقيا عالقين في عرض البحر حيث سقطت الطائرة أو المروحية العسكرية، هي مروحية بحث وإنقاذ تابعة للبحرية الجزائرية صباح اليوم. عمليات البحث لا زالت مستمرة إلى اللحظة في منطقة بوهارون على بعد ميلين بحريين اثنين فقط عن الساحل أو ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازا غربي العاصمة الجزائرية. كان أول الضحايا قد انتشل بعد تقريبا نصف ساعة من وقوع المروحية في عرض البحر، وبدأ من خلال الفيديو الذي انتشر كثيرا بين الجزائريين ووثقه أحد شهود العيان لحظة سقوط المروحية، بدأ وكأنه رمى بنفسه قبل أن ترتطم الطائرة بمياه البحر، وهو ما سهل عملية إيجاده بسرعة وانتشال جثته إلى المستشفى بالقرب من المدينة. لكن طبعا هذا الحادث هو الحادث الثاني خلال هذا العام بعد حادثة سقوط طائرة عسكرية أيضا من نوع سوخوي 30 مطلع أو نهاية شهر يناير مطلع العام الجاري طبعا من عام 2020 بمدينة أم البواقي شرقي العاصمة، أكثر من 400 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية، وخلف مقتل ضابطين من طاقم الطائرة. اليوم طبعا 3 من أفراد طاقم هذه المروحية للأسف قضوا خلال هذا الحادث، وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة قد أمر بفتح تحقيق يعني تحديد ملابسات هذا الحادث ومعرفة أسباب وقوع هذه المروحية التي خرجت في طلعة تدريبية، وهي من مهامها طبعا البحث والإنقاذ في عرض البحر لأنها تابعة لقوات البحرية مثل ما قلت. لتأتي هذه الحادثة لتنضم إلى كرونولوجيا حوادث سقوط الطائرات في الجزائر والعسكرية بالتحديد. طبعا خلال العقد الأخير منذ سنة 2010 تم إحصاء أكثر من 10 حوادث سقوط طائرات عسكرية بالتحديد، يعني في مجملها عسكرية، خلفت يعني وفاة المئات من الجزائريين سواء كانوا عسكريين أو حتى مدنيين. ربما أكبر حادث مأساوي لحوادث الطيران الجوي كان في أبريل نيسان عام 2018 لحظة سقوط الطائرة العسكرية التي لحظة إقلاعها من مطار بوفاريك وخلفت مقتل أكثر من 250 شخصا من بينهم عسكريين وعائلاتهم أيضا. طبعا نتائج التحقيقات بشأن على الأقل الحادث الأخير الذي وقع شهر يناير من العام الجاري في مدينة أم البواقي لم تعلن بعد لمعرفة وتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الحوادث سقوط الطائرات العسكرية. نتوقع وقت طويل يعني بيان لوزارة الدفاع لم وقت طويل لكشف الملابسات عن هذه الحادثة أو القضية. شكرا جزيلا لك. تعزي طبعا لكل أهالي من قضوا أكيد. أهم شيء فقط نايف، تفضل نايف، أردت فقط أن التضامن الجزائريين مع هذا الحادث ومع عائلة الثلاثة العسكريين المتوفين في هذا الحادث، خاصة وأنه وقع بعد أقل من 24 ساعة من طلعة جوية لطائرة ومروحية بحث وإنقاذ مماثلة في تلك المنطقة بالتحديد، لأنه كان فيه 5 بحارة مفقودين لمدة 3 أيام من أبناء مدينة بوهارون، وقد شارك أفراد البحرية الجزائرية في عملية تحديد مكانهم والوصول إليهم وإنقاذهم أحياء بعد 3 أيام من فقدانهم، وهو ما لاقى استعطاف كبير من قبل الجزائريين اليوم لما حدث لهم للأسف.
مع الأسف كما قلت نعيد التعازي طبعا لأهاليهم. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من الجزائر، مراسل العربية عبد القادر خربوش على كل